أطفالنا هم عماد المستقبل، وهم من سيقودون نهضة هذا البلد، وهم أيضا من سيساهمون في رؤية 2030. طيب ماذا يحتاجون منا وماذا يحتاجون من جميع المؤسسات التربوية لتأهيلهم، وما دور المؤسسات التربوية لتأهيلهم؟ هذا ما راح نعرفه في فقرتنا هذه، فقرة جميلة وضيفتنا أجمل، وهي الدكتورة فاطمة الأنصاري. أهلا وسهلا فيك، وهي سفيرة النوايا الحسنة في فيدرالية أصدقاء الأمم المتحدة ومهتمة بالطفولة. يا أهلا وسهلا فيك يا سيدتي. بيك يا أهلا بيك دكتورة. أحلى. دكتورة، في البداية إيش شايلة 2030 للأطفال؟ طيب، هي طبعا 2030 أو رؤية 2030 أصبحت الآن مو هاجس، أصبح واقع لابد من أننا ننفذه، يعني واقع في العقول لابد من تنفيذه على أرض الحقيقة. صحيح. ومن أرض الحقيقة موجودين الأطفال، ومن الأهم من هذا كله أننا إحنا نخلي الطفل مو دور مهمش، لأنه طفل اليوم هو رجل المستقبل. صحيح. الطفل الآن على حسب ما إحنا بننشئه حيكون نشأة المجتمع المستقبلي. صح. فرؤية 2030 من صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ما كانت مجرد خيالات، هو كان جالس يعني طبعا مع مستشارين كثيرين ومع مضي شهور طلعوا لنا هذه الرؤية وقالوا يا مجتمع، وإحنا عارفين أنتوا قد إيش ما بتتقبلوا أي شيء جديد، تفضلوا تفضلوا، يعني معناتها لازم نشرك الطفل. صح. طيب إحنا رؤية 2030 ظهرت لنا أواخر إبريل، يعني على بدايات الإجازة الصيفية، فكانت طبعا الطلبة والطالبات إجازة. صح. سمعوا عن الموضوع هذا من أهاليهم، احنا نتكلم بالذات عن الاطفال اللي هم صغار السن، اللي هم في سنوات السبعة ثمانية تسعة عشر سنين. ايه؟ طيب سمع 2030 يعني بدأوا يستوعبوا ايش اللي بيصير، يعني ايوه ايه؟ بيسمع 2030 من اهله لمدة ثلاثة او اربعة شهور لحد ما رجع على المدرسة. طيب التكوين الفكرة هذه كانت في بدايتها من الاهل، من المجتمع اللي هو قاعد فيه قبل ما يروح المدرسة. صحيح. طبعا الموضوع على حسب القراءات وعلى حسب ما نزل وعلى حسب ما وجدت الرؤية وموقعها اللي موجود والكلام الكثير عنها، اتكونت في عقول الأطفال فكرة 2030 هذا مستقبل، زي الأفلام المستقبلية اللي هو ممكن انه يمسك مسدس ليزر ويطلق يقوم يموت اللي هناك، وممكن اللي هي المباني الخيالية والسيارات اللي تطير والمستقبل. صح. فالموضوع لابد انه هو يظل، انا في وجهة نظري يظل هذا الموضوع في دماغه مؤصل، ما يكون انه 2030 هذه شيء تعجيزي، لانه احنا في كثير من الـ يعني انا بعد ظهور الرؤية في كثير من الاجتماعات وفي كثير من اللقاءات بنسمع انه الرؤية هذه ممكن انها تكون، لا ممكن، لا كيف، لا تحقيقها، لا مدى. اوكي، هذا الكلام كله احنا بنتكلم على اللي هم أشخاص واعين كبار، ليهم المفروض دور الآن، ليهم دور، لكن بالنسبة للأطفال هذا دور مرسوم لابد أنهم هم يقوموا به في المستقبل. صحيح. بس هل هذه الرؤية حاملة مفاجآت سارة تقدر تجمل مستقبل هذول الأطفال؟ طبعا إحنا لو دخلنا وعرفنا، إحنا في برنامج من ضمن 2030 اسمه ارتقاء، الهدف منه وصول 80% من الأسر في مشاركتهم للمواد التعليمية اللي يعني ياخدوها الأطفال. فإحنا إشراك 80% بوصولنا ل 2020، إحنا مو بس كمان لحد 2030، يعني من ضمن البرنامج أنه 2020 80% من الأسر بتشارك في إعداد البرامج واللي هي خاصة بأطفالهم. صحيح. فمعناته إحنا هنا إشراك إلى حد كبير كامل ما بين الأسرة والمربي وما بين المدرسة، يعني إحنا حابين نتكلم على جزئية متكاملة، مو البيت والمدرسة، أو مثلا ما يحصل في البيت ما يدروا عنه المدرسة، أو اللي بيدوه في المدرسة للأطفال بيجوا ما بيعرف هو كيف يطبقه، أو مثلا ما بيلاقي إنه في توافق ما بين الأفكار هنا وهنا. صحيح. فالموضوع هذا طبعا من ضمن البرنامج، بس أنا لما قرأت ومن خلال خبرتي بالأطفال
ومن خلال خبرتي بوزارة التعليم وما أدراك ما وزارة التعليم ومخرجات التعليم، ايوه لقيت انه لابد انه وزارة التعليم تقف وقفة كبيرة جدا عند برنامج ارتقاء هذا، لانه هو مو بس برنامج زي البرامج اللي طرحت قبل كده، هو الموضوع فعلا انه لابد من اشراك المربي مع المدرس والمدرس مع المربي. صح. لابد انه ينشا الطفل وهو اخذ الفكره نفسها، ما يصير في عنده ايش اسمها دي اللي هي لخبطه. صح. لخبطه في المفاهيم. لابد انه هو المدرس لما يقول له على شيء هذا حرام يرجع البيت يعرف انه هو حرام والعكس صحيح، ما بتصير في لخبطه في القناعات، لانه هذا اللي بيدينا الجيل حق داعش واللي هي التواصل الخارجي والإيمان بأخلاقيات الآخرين، لأنه أخلاقياتنا ما هي على قناعة الأطفال. صح. فالموضوع وزارة التعليم لابد إنها هي تقف وتشوف مين المؤهلين وكيف تأهلهم، لأنه من المعلمين. أيوه. إعداد المعلمين كما أعلم إنه هو بيكون صحيح بدورات وبيطلعوا بيكثفوا دوراتهم وبيرجعوا، لكن لما بيرجع إيش بيدي؟ المقياس اللي ممكن انهم هم يحطوه، احنا ما نفرض عليهم مقاييس خارجيه عالميه. صح. احنا بنقول انتم يا جماعه حطوا مقاييسكم وقيسوا عليها، والمفروض انه هو التطور بيكون، يعني انا عندي تحسين الاداء بيكون على اساس انا مؤشر بلاشي، يعني حنتكلم فعلا على ارض الواقع، انا احط مؤشر واشوف مدى رضاي عنه بعد 6 شهور، وبعدين نفس المؤشر اشوف رضاي عنه بعد سنه. إذا كان نفس الموضوع وأنا ما عندي أي حصيلة يعني إيجابية، معناته أنه أنا ماشي غلط. صح. يعني أنا ما بتكلم أننا إحنا نستورد أي أفكار خارجية، كلها أفكار داخلية وطنية سعودية 100%. طيب لو إحنا طبعا قلنا زي ما قلت لك، قلنا في المقدمة أنه أطفالنا هم عماد المستقبل وهم كمان نهضة هذا البلد، طيب كيف ممكن إحنا نأهل أطفالنا بالشكل الصحيح اللي هو ممكن نستفيد منهم في المستقبل؟ طيب الطفل، أنا كثير أقول إنه الطفل كائن ذكي، ويجب إننا إحنا نتعامل مع الكائنات الذكية على قدر ذكائها. صح. يعني ما نستعبد خصوصا أطفال هذا الجيل. يعني طبعا هو أنا على مدى، حتى إحنا لما كنا أطفال ترى كنا أذكياء. طيب حتى يعني انتوا كنتوا اذكياء. وامهاتنا واجدادنا. لانه اصلا يعني الذكاء متوارث. لا انا اقصد يعني انه هم صاروا احنا اطفالنا الحين بيستخدموا التكنولوجيا، لا تقولي لي دكتوره اطفال زمان كانوا بيستخدموا التكنولوجيا. لا بس هم على قد الامكانيات حقتهم كان يظهر ذكاء البعض عن طب الاخر. طب عندكم تكنولوجيا بس بسيطه مو زي حقتنا. طبعا. فكان في تكنولوجيا الحين بتشوف الطفل ما شاء الله الاهل ما يعرفون يستخدمون التكنولوجيا هو يعلمهم. هذه نقطه مره مهمه انت طرحتيها، انه الطفل بيعلم اهله على التكنولوجيا. طيب لما يكون الاب بيتعلم من ابنه، فهل انت ممكن انك انت تخلي ابنك كده سايبه براحته؟ يعني لما يجي يقول له خذ يا ولدي اعمل لي الاكونت حق تويتر ولا شوف لي مدري ايش، طب انت مو لازم انك انت تقعد وتتعلم منه علشان انت ما تعرف هذا الطفل ايش ممكن انه هو يتوجه لفين؟ صحيح. فالمفروض هذه نقطه انا كثير بانبه المربيين عليها، يا لا اول حاجه انه يجي الاب يقول له خذ سوي لي، فمعناتها انت بتبين نقصك قدام ابنك. يعني ماني فاهم، فانت عيش سوي اللي تبغاه، انا ما عمري عارف انت ايش بتسوي. اكيد هو هذه القناعه، حتى لو كان يبغى يعرف، بس هو قناعه الطفل لما يجي يقول له خذ سوي لي، معناتها انا ما اعرف اسوي وانت تعرف تسوي، يعني معناتها انت احسن مني في هذه النقطه. صحيح. فلما الطفل بيشعر بانه هو افضل من ابوه، فهنا يعني في امور كثير راح تنقاس عليها. طيب دكتورة، أنت طبعا من أهم النشاطات السعوديات والعربيات في مجال نشر ثقافة الوعي في مجال حقوق الأطفال، خلينا نتكلم شوية عن مجهوداتك السابقة. طيب الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده كله هو هذه مجهوداتي. حلو. مجهوداتي انه انا اصل بالمربي، سواء كانت ام ابو للاطفال اللي ما عندهم امهات وابهات وبيتربوا في 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 مجتمع لدور الايتام والمسؤولين عنها، انه اتعامل مع الطفل على اساس انه هو كائن يشارك في هذه الحياه. حلو. طيب دكتوره، ايش هي التحديات اللي بتواجه الطفل في هذه الفتره او في الفتره القادمه ستواجهه؟ طبعا الطفل بيواجه ما يواجهه الكبار، يعني مثلا نتكلم على
الازمه ما حقول ازمه اقتصاديه، بس اللي الان في معظم البيوت بيصير انه في نقص في الرواتب، وانه في هذه وقفه المواطن مع اولياء الامور، وانه احنا البلد اعطتنا كثير، والان هذه المؤثرات بتؤثر على الطفل. فالطفل لابد انه هو يكون جاهز لاي، يعني يكون جاهز فعلا، ما بيسمع بس وبيحسب اللي هي السلبيات والايجابيات زي ما بيحسبوها اهله. لابد انهم يعني لا يصح الا الصحيح. صحيح. يعني حتى لو كان احنا بنختلف في وجهات النظر، لكن اذا كانت وجهه النظر المربي او الاب كان عارف انها هي غير صحيحه، فلا بد انه هو يؤتمن على انه ما يوصلها لابنه بهذا الشكل، لانه هو حيتبناها ويشتغل على اساسها ويطلع كده. الشنيع يا دكتور انه ممكن الطفل يقول للاب لا انت غلط، الصح كذا كذا، ويثبت له إشي انه هذا صح، والاب برضه لا يصر انه هو اللي صح. طيب ما هنا يقول لك إيه؟ لا كيف انا اطلع نفسي ما افهم قدام ولدي، وفي نفس الوقت تدي له جوال يقول له خذ سوي لي الاكونت حق تويتر. تناقضات. أيه يعني طبعا التناقض من اكثر الاشياء اللي تؤثر على شخصيه الطفل وتطلعه انسان مهزوز. صحيح. وبالذات اذا كان طبعا هي ما احنا ما هنفرق بين رجل وامراه. صح. احنا هنقول انه هو شخص حيكون مسؤول، يعني حتى لو كانت مسؤوليته محدوده انه هو موظف او عامل او whatever ايش هو حيكون، بس اذا كان في عنده تضارب من البدايه يعني حيكبر التضارب هذا معاه وياثر جدا على شخصيته، هذا 100%. صحيح. طيب كيف ممكن الاباء يتعاونوا مع رؤيه 2030 عشان يطلعوا جيل ناضج، جيل فعلا يفيد هذا المجتمع؟ نرجع لوزاره التعليم، لانه الاب كيف حيتعاون مع ابنه؟ يعني احنا بنقول انه هو حيدي له قناعات ممتازة وجميلة وكل الأمور حلوة وما في عندهم مشاكل في البيت، بيروح المدرس أو المدرسة، وهذه قصة حقيقية أنا بسمعها، إنه المدرسة هي تعتقد إنها هي متدينة، وإنه لا يجوز سماع الموسيقى، وما يجوز إننا إحنا نتفرج على التلفزيون، وما يجوز إننا إحنا نشوف عرب آيدل والفويس والحاجات هذه. فتقوم تقول طبيعي المدرسة بتقعد وبتؤثر على يعني أدمغة الأطفال اللي في يدينا، تقول حرام ترجع البيت الناس عاقلين ومعتدلين ووسطيين، وهذا جزء كبير من رؤية 2030. المصيبة دكتورة هم لما مثلا يعني صادفوا هذه المدرسة برا في مكان ما ويشوفوا ان هي بتناقض كل اللي هي بتعلمه، هذا الاهتزاز اللي حيأثر على شخصية. صحيح. بس إذا قلنا انه يعني القناعة الوسطية، رؤية 2030 من أكثر الأهداف حقتها إننا إحنا نصل إلى مجتمع وسطي، يعني أي أحد يفتح على الموقع ويقراها، وأنا واحدة من الناس هذه، إنه دولة وسطية، ودولة وسطية بنتكلم على الوسط في كل شيء، يعني لا ضرر ولا ضرار. صحيح. فعيلة بتكون وسطية، مو طول النهار فاتحين التلفزيون والأغاني، بس إنه إذا جاء برنامج لا مانع إنه أنا ما عندي ولا شيء وإني أنا أتفرج. نتشارك كلنا فيه ونتفرج مع بعض. كيف ممكن إني أنا أرجع تاني يوم، ها إيش سويتوا أمس يا أطفال؟ اتفرجنا على عرب عادي، لا حرام الموسيقى ما يجوز. طب كيف؟ طب ترجع يا ماما الأبلة بتقول إنه الحرام ما يجوز. طيب لا يا بنتي والله يصير هو عنده اضطراب في المخ، مين اللي صح ومين اللي غلط؟ هذه أمها وهذه مدرستها، وبالذات إذا كانت المدرسة محبوبة. طيب هذه بتدي قناعات وهذه بتدي قناعات، والطفل إسفنجة، يعني تخيلي أنت بتدي له لون واحد حيطلع بلون واحد، تدي له شوية ألوان حيطلع ملخبط، حيطلع ما له لون. صحيح. فلازم يكون في، نرجع لسؤالك إنه كيف ممكن إنه هو يستفيد، أو كيف الشراكة اللي هي ما بين البيت والمدرسة. البيت لازم يعرف إنه هو بيت، يعني انه طفلي انا ما فهم من الحصه، اقوم انا اجي افهمه، لا هذا دورهم هم. والمدرسه تعرف انها هي مدرسه، يعني لازم تفهم، والتربيه في البيت. صحيح. وبعدين نوجه بعضنا. صحيح. طفل جاء مضروب، لا يا جماعه ترى مضروب، ايش الحكايه؟ نجلس نتفاهم، مو احنا ما لنا صلاح. وفي نفس الوقت هنا مو لا انا اجيب له خلاص مدرس خاص ما دام هذه المدرسه ما هي قادره انها تفهمه. اذا كان عرفوا انه الاثنين مسؤوليتهم مشتركه، حيطلع هذا الطفل شخص سوي سليم، حيبني مجتمع كويس. صحيح. حتتفتح ذهنه، يعني الموهوب حتزيد موهبته. صحيح. اللي عنده كل واحد عنده شيء حيخرج بطريقه صحيحه. طبعا احنا كده تكلمنا عن الطفل، طب لو جينا نتكلم عن المؤسسات التربويه، ايش البرامج اللي ممكن تتبناها عشان يطلع هذا الطفل طفل سوي وسليم وناجح؟ طيب احنا على حسب يعني امكانيات الدوله. انا زرت دول فقيره برامج الأطفال عندهم في منتهى الروعة، وهو قاعد زي إيش دكتورة؟ يعني مثلا دول بلاش نتكلم لا عنها. البرامج بلاش الدول. أيوة البرامج. حتكلم أقول لك أيه. إنه أطفال جالسين على سجادة
بيحفظوا القرآن لكن بشكل رائع بآية وبتتفسر بالتفسير الصحيح اللي يجعل طمأنينة للأطفال، فبيطلع حابب كتاب الله. ما بتكون حصة مفروض عليه، ما بيكون في مسجد رايح بعد العصر وهو طفشان يبغى ينام ويلا قوم روح الدرس حق القرآن، ولا تعال آخر الأسبوع أنا أجيب لك المدرس هنا إذا كان إمكانيات لاب كويس ويلا أجلس أحفظ، ويحفظ بس كلمات من غير ما هو يعي. يعني تخيل يا أطفال ما عندهم، وحتى كل ثلاثة أربعة في قرآن واحد صحيح وبيحفظوا وبيعتمدوا إنه هذا منهج حياتهم، مو إنه إحنا بس مجرد إننا إحنا نحفظ آيات نقراها في الصلاة وخلاص. صح. طيب إحنا دكتورة فعلا إحنا هنا المدارس بتعتمد عندنا على الحفظ فقط، يعني يقول لك الواحد أحفظ كلمتين تدخل بهم الاختبارات تطلع يعني يأمنوك في الاختبار. للأسف. للأسف. طب كيف ممكن إحنا نغير هذه الطريقة؟ لانه طبعاً اكيد هذه الطريقه ما حتفيد الطفل في اي شيء في حياته. اكيد ما فادته، بدليل اللي هي البرامج حق القياس ومقياس والشغلات هذه، هم على فكره بيعتبروها كانه يعني حقره بقره اللي هو مشي نفسه. وانا بقول لك يعني هذه من اكثر الاشياء اللي بتدل على انه يعني احنا منتهجين اصلا. نرجع لوزاره التعليم، انا وزاره التعليم انا شايله مره منهم بصراحه. واضح والله يا دكتوره. الدكتوره فاطمه الزهراء الانصاري سفيره النوايا الحسنه في فيدرالية أصدقاء الأمم المتحدة ومهتمة بالطفولة. شكرا لحضورك معنا اليوم في سيدتي. شكرا لك. شكرا لك.